بعد التريثات الأخيرة لجبهة باقم من جهة الشرقية، ارتفعت نسبة المواجهات مؤخرا بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في أعقاب وصول مجاميع مسلحة لجماعة الحوثيين شرق مركز مديرية باقم. باشرت عصابات الحوثيين بعمليتها في محورين من المعارك تركزت بجبل عرف وقرية مزهر، في حينها اندلعت المواجهات على أشدها بين الطرفين استمرت قرابة 5 ساعات بشكل أعنف، فيما تدور حاليا مناوشة طفيفة. وطبقا لمصادر عسكرية ميدانية، فإن المعارك الدائرة أنهكت الحوثيين وكبدتهم خسائر كبيرة، حيث لقي أكثر من 28 عنصرا مصرعهم وجرح آخرين على رأسهم قائد تلك المجاميع. أتى ذلك بعد ترصد دقيق من أبطال لواء محور أزال استدرج فيها المجاميع المسلحة إلى منطقة في جبل عرف، حيث بدأ طيران الأبتشي بتمشيط وكر العدو مساندا لأفراد اللواء من استعادة المنطقة بشكل كامل. من هنا نبدأ، وسنطهر بإذن الله تعالى دماج، ونعود كل حق مستحق إلى أهله، ونعود كل مظلوم إلى داره، وهناك سيتم الحساب والعقاب لكل من ساند وتابع الميليشيات الحوثية، وهنا بإذن الله تعالى في عقر دارهم سندوس عليهم وسندفنهم تحت التراب. والله إنها آخر فرصة لكم، إن لم تتوبوا وتعودوا وترجعوا إلى رشدكم لن يتبقى لنا معكم إلا الرصاص الحارق الخارق الذي سيخرق أجسادكم، وسندفنكم بعدها في هذه الأراضي التي دنستموها أيها الكلاب الأندال الأرقاس. من جهة أخرى، استهدف طيران التحالف العربي مجموعة كبيرة من الحوثيين كانوا يحتمون في إحدى الكهوف الواقعة في الجبال القريبة من مركز باقم. المصادر نفسها أكدت أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل جميع المتواجدين في الكهوف وبينهم قناصين. تداعيات الأحداث العسكرية في مديرية الصعدة بمختلفها تشكل ضغطا قتاليا كبيرا لجماعة الحوثيين، لتجد نفسها في باقم قد تعافت قليلا بعد ضربات غير مسبوقة شنها الجيش قبل أسابيع، لكنها لم توفق فعادت بخف حنين حاملة في أكتافها الكثير من الخسائر. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.